ولمناقشة واقع الطفولة في العراق مع احتفال العالم باليوم العالمي للطفولة، معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. في اليوم العالمي سيد ضياء للطفولة، كيف تقيمون واقع حقوق الطفل في العراق؟ وضع الطفل بالعراق حسب ما وصفه التقرير من حضراتكم، أنه هذا التقرير هو يصف الحالة السيئة للطفل العراقي والانتهاكات ضد الطفل العراقي، شيء يعني مخيف إلى درجة، لأنه هذه الأعداد والكميات الموجودة في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان وعدم مقدرة الحكومة والأجهزة الأمنية والشرطة من معرفة الأشخاص وكيف يبدأ انتهاك حقوق الإنسان. ولكن بالجانب الآخر أنه هنالك قرارات حكومية قانونية من الدولة العراقية بحماية الطفل العراقي بالوقت الحاضر، ولكن هذه القرارات والبيانات التي تصدرها الحكومة ليس لها مفعول إلا كلام وليس له وجود على أرض الحقيقة. الأمر المخيف جدا بالنسبة لهذه الأعداد وغياب كثير من الأطفال في الآونة الأخيرة في العراق هو السبب، لأنه عدم وجود العائلة، والعائلة منتهكة، والحالة الاجتماعية بالأكمل هي متضررة من هذه الحالة السياسية الموجودة في العراق. نعم. لكن سيد ضياء، الحديث يدور عن حرمان الأطفال في المخيمات من أوراقهم الثبوتية، ما المسوغات لذلك؟ كيف يمكن تقييم هذا السلوك؟ تكلمنا عليه في الحلقات السابقة ودائما نتكلم عليه، لعدم ثبوتية الشرعية الطفل الموجود بالمخيمات، لعدم ثبوتية الشرعية كأنه عراقي ويستحق مثل بقية العراقيين من التعليم والصحة، وهذا الشيء هو المخيف، لأنه لحد الآن عندنا آلاف من العراقيين لا يحملون الجنسية العراقية بسبب الظروف السياسية والأحزاب السياسية المتحكم في العراق على هذا الأساس، لأنه هنالك الميليشيات، ومن يستفاد من هذه العبث في هذه الحالة؟ لأنه هنالك حالات موجودة وممكن من الحكومة العراقية إثبات شرعية هؤلاء الأطفال أو حتى العوائل، ليست فقط الأطفال وإنما حتى العوائل، لأن الأم والأب لا يملكون الجنسية العراقية، وهذا يرجع إلى الطفل، الطفل أيضا لا يملك. ومن هذا الباب يعني لا، التعليم بالنسبة إلى غير موجود، يعني غير موجود كاسم، غير موجود كإحصائية. لهذا السبب يعني هذه الحالة هي ترجع إلى الحكومة العراقية، وكيف الحكومة العراقية أن تتمكن من التخلص من هذه المشكلة التي ممكن حلها بقرار سياسي أو بجهد من الجهات الإدارية الحكومية الموجودة في العراق. نعم. طيب ماذا عن حماية الأطفال؟ يعني عندما تتكلم الأمم المتحدة أن 4 من بين كل 5 أطفال في العراق يتعرضون للعنف وللضرب، أين أو كيف يمكن حماية الأطفال في هذه الحالة؟ في قوانين صارمة خاصة من القضاء العراقي ضد من ينتهك حقوق الإنسان ومن ينتهك حقوق الأطفال بالعراق، ولكن هذه الحالات هي مغيبة أمام القضاء، وأعتقد القضاء ليست عاجز وإنما لا يتمكن من العودة كيفية إحلال هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة بصيغة سلمية أو بصيغة قانونية، لأنه الحكومة العراقية غير قادرة على حل هذه المسائل الاجتماعية لعجزها عن إمكانية إدارة الدولة، وإدارة الدولة بالوقت الحاضر ونحن نعلم هنالك الأحزاب السياسية المتحكمة في العراق، وهي التي تتحمل المسؤولية، يعني تتحمل المسؤولية من الأحزاب السياسية وأيضا من الحكومة ومن السلطة ومن الأجهزة الأمنية ومن أجهزة الشرطة، يعني هي كلها متعلقة كيف يكون قرار الدولة بحل هذه المشكلة أو بحل هذه النزاعات المتواجدة
بين المخيمات، لأنه المخيمات حقيقة أغلبهم هم مغيبين، لا توجد عندهم وثائق رسمية تثبت صحة وجودهم. وبالتالي لا أحد يستطيع أن يحمي هؤلاء الأطفال من عمليات الاتجار بالبشر كما تتحدث مصادر كثيرة. نعم بالتأكيد، لأنه تجارة بالبشر وخاصة تجارة الأطفال داخل وخارج العراق هذه موجودة، والأعداد كبيرة. يعني العراق يتحدث عن أعداد، وهي الأعداد أكثر مما هو عليه بالوقت الحاضر، يعني مما تطرح الحكومة العراقية. الأعداد كثيرة جدا لهذه الأسباب، لأسباب عجز الحكومة عن حل هذه المشاكل، وعجز الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة برعاية الأطفال ورعاية الأمومة والأطفال الموجودة في العراق. المؤسسات مغيبة تماما عن هذه الحالات. أشكرك جزيلا، كنت معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان السيد ضياء الشمري.